لمزيد من النقاش ينضم الي من القاهره الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفه الشروق المصريه. استاذ عماد، اهلا بك في هذه الساعه على القاهره الاخباريه. لعلك تابعت زياره وزير الخارجيه الفرنسي، ايضا وزير الخارجيه الامريكي سوف يزور القاهره ربما خلال الايام القادمه، يبدا جوله سادسه الى اسرائيل وخامسه الى منطقه الشرق الاوسط. كيف يمكن تقييم هذه الزيارات من الدول الكبرى في العالم الفاعله في القضيه الفلسطينيه، وماذا يريدون من القاهره؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال هناك تحركات بعضها صادق وبعضها مزيف. مصر تبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه المجزرة ووقف هذا العدوان وبدء تسوية حقيقية تستند إلى القرارات الدولية. بعض القوى الغربية للأسف الشديد دعمت وما زالت تدعم العدوان الإسرائيلي الواسع. بعضها يعني تحدث بكلمات طيبة لكنها لا تعبر عن واقع على الأرض، لكن رغم ذلك السياسة لا تعرف المنطقة الأبيض والأسود، وبالتالي علينا أن ننتهز كل الفرص للبحث عن حلول حقيقية. هناك تصور نسبي إلى حد ما، ليس إلى حد كبير، فيما يتعلق بالموقف الغربي عموما والأمريكي عموما مقارنة بما كان عليه في بداية العدوان. الولايات المتحدة الآن، وبفضل ايضا انا اظن ان يعود ذلك في جزء منه للجهود المصريه، بدات تتحدث عن ضروره الوصول لحل الدولتين. فرنسا بدات تغير موقفها نسبيا ايضا، لكن في 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 النهايه للاسف الشديد هذه الدول لا تضغط على اسرائيل الضغط الكافي للوصول الى هذه الحلول السلميه، للوصول على الاقل الى وقف الاول يعني حل مشكله يعني وقف اطلاق النار، ثم الشروع في الحلول النهائيه. ما زلنا حتى هذه اللحظه الولايات المتحده تقول انها لا تؤيد وقفا دائما لاطلاق النار، لكن رغم ذلك هناك بصيص من الامل. سمعنا عن مباحثات جرت في باريس بين كل من مصر وقطر واسرائيل والولايات المتحده فيما يتعلق بانجاز صفقه لتبادل الاسرى وقف اطلاق النار لمدد من يعني تتراوح من 6 أسابيع الى 8 أسابيع، ووصولا الى ربما وقف اطلاق النار. هناك نعلم طبعا الموقف في اسرائيل داخل اسرائيل متباين، هناك ضغوط شديدة من اليمين المتطرف، ونسمع التهديدات اليومية من إيتمار بن غفير وسموتريتش والذين يتحدثان عن تهجير الفلسطينيين سواء طوعا أو كرها. اليوم في مباحثات البيان الصادر عن المتحدث باسم الرئاسة السفير أحمد فهمي يقول أن البلدين اتفقا على رفض كل ما هو متعلق بالتهجير أو إخراج الفلسطينيين. صحيح. الولايات المتحدة لديها موقف جيد أيضا في هذه النقطة، لكن مرة أخرى مواقف جيدة على المستوى الألفاظ، لكن على مستوى الواقع لا تريد الولايات المتحدة، لا تريد فرنسا أن تضغط تترجم هذا الأمر إلى وقائع على الأرض، لأن الولايات المتحدة هي التي ما زالت تزود اسرائيل بالقنابل، بالاسلحه، بالاعداد، بالحمايه، باحيانا حتى محاربه بعض القوى في المنطقه التي تشن هجمات على اسرائيل. وبالتالي هذا هو هي الرساله الفعليه التي تصل لاسرائيل، الافعال وليس الاقوال. طيب، الا ترى ان هناك تزحزح ربما في مواقف الدول الغربيه تجاه الرؤيه المصريه التي كانت موجوده وحاضره منذ اليوم الاول؟ نعم، يعني بدأت كلامي وقلت السياسة لا تعرف منطق الأبيض والأسود. صحيح. وعلينا ألا نكون عدميين، بمعنى أن نقول أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل فنكتفي، نضع أيدينا على خدودنا كما يقال ونكتفي. لا، علينا أن نبحث في كل لحظة وفي كل مكان عن أي حل يوقف هذه المأساة ويعيد الحقوق للشعب الفلسطيني. يعني ثبت أن الضغوط واللقاءات والمفاوضات المصريه والعربيه والدوليه بدات تؤتي ثمارها، والدليل ان الموقف الامريكي بدا يتغير الى حد ما. الموقف الاوروبي يعني بالصدفه كنت موجودا في بروكسل قبل حوالي 10 أيام، والتقينا مع عديد من المسؤولين الاوروبيين، معظمهم يتحدثون عن ضروره حل الدولتين. لكن الضغوط والنقاشات والبتاع تجعل الموقف يتحلحل، بدلا من ان الاوروبيين كانوا يتمترسون خلف فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها، الآن بدأوا يقولون أن هذا الدفاع لا يتناسب مع ما تعرضوا له. بعضهم بدأ يتحدث بوضوح عن ضرورة وقف إطلاق النار، بعضهم يتحدث كما حدث في بريطانيا على سبيل المثال أنها تتحدث عن وعد بولفور جديد لكن الفلسطينيين.
حتى لو كان نظريا فعلينا أن نتمسك به، علينا أن نطوره، علينا أن نضغط أكثر وأكثر حتى نصل إلى الهدف المشهود وهو عودة الحقوق للشعب الفلسطيني طبقا للقرارات الدولية. طيب ألمانيا ربما التي كانت أكثر المواقف الغربية تعنتا تجاه أو ضد الفلسطينيين ولصالح إسرائيل منذ اليوم الأول، ربما أبدت تفهما لما يحدث الآن في قطاع غزة وطالبت بحماية المدنيين، كيف يمكن أن نقيم أيضا الموقف الألماني؟ الموقف الألماني أظن كان هناك عامل حاسم وهو تقرير أو حكم محكمة العدل الدولية. الموقف الألماني وصل الأمر أن ألمانيا قالت أنها ستدخل شريكا مدافعا عن وجهة النظر الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية، رفضت بإصرار طوال الوقت الحديث عن وقف إطلاق النار، كانت تتمسك بمقولة أن إسرائيل تدافع عن نفسها. الآن وبعد القرار أعلنت أيضا أنها ستحترم وتنفذ حكم محكمة العدل الدولية، وحينما جاء الحكم تعهدت أن تلتزم. هذا تطور مهم علينا أيضا أن نستغله، نعلم الظروف التي يمكن أن تفسر لنا الموقف الألماني والسياقات التاريخية والمأساة التي الذي حدث بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية أو قبلها، لكن علينا أن نقول لهم أن التعاطف مع إسرائيل ينبغي أن يكون على حساب العرب. ما حدث هو تطور مهم، وأنا أظن أن جزء منه أيضا راجع للنقاش والكلام والواقع الذي ينقل كما هو من وسائل الإعلام وبعضها وسائل إعلام غربية وأوروبية وألمانية، وبالتالي هذه هي السياسة لا تعني أن نتمترس أو نقف عند موقف واحد أو معادلة حدية أو معادلة صفرية. علينا أن نبحث ونحاول طوال الوقت أن نغير هذه المواقف ونقنع الغرب أن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي لن يؤثر فقط على حقوق الفلسطينيين أو على الحقوق العربية، لكنه سيؤثر أيضا على المصالح الغربية في الأساس.